اليوم بدي اعد صوركم، حيكون الفيديو تحشيش. خلينا نبدا على طول ما نضيع وقت. اهلا فيكم حلقه جديده واحده بالربع. مرحبا يا جماعه، بس استنوا قبل ما يبدا الفيديو حاب فامبارح زرت دار خالي وبنات خالاتي اشرقت الشمس فجاه. بنات خالاتي الصغار هيك عملوا لي هديه، عملوا لي هيك حرف يدويه على شكل لوجو اليوتيوب. انا لاني متخلف كسرتها، فشكرا لكم كثير يا يارا وسوسو وعمر على اللي عملتوه، او اسف. حبيت اشكرهم في بدايه الفيديو. يلا روحوا. اهلا فيكم يا جماعه بالسلسله اللي انا بتنمر فيها عليكم. اللي بده يدخل جروب الهابت، هابت سنتر على الفيسبوك، حاط لكم اللينك في الديسكربشن. الحمد لله وصلنا 30,000 عضو، فانا نزلت بوست على الجروب طلبت منكم تعطوني صوركم وتحكوا لي ايش اعدل. خلينا نشوف بوستاتكم. حط لي شعر تأمر يمان. اوكي نشوف لك شعر حلو. لا تحكوا لي مش حلو، والله انه اشي بجنن، بس انه يا اخي لازم نضبط شوي الالوان، بس فاهمين، بس هيك مش اكثر. بتجنن معلم. اللي بعده بليز حط جنبي هيفا وهبي. اوكي هسه شبه محاصر بالشجر، نشيل شجره من هذول نخليها هيفا وهبي. لا بس يا اخي والله انا يعني متكاسل اقعد اشيل شجره، عارفين خلص نعمل زي ما انا بحكي لكم. ما عليكم انتم. اها مش ظابطه الصوره. ما ظبطت الصوره كثير زي ما بدي. ظابطه بس حط بهارات. صح كلامك، فعلا صوره ظابطه وبتحتاج شويه بهارات. مش لازم احكي لكم شو حاعمل، عارف خلاص تعرفتوا كيف بفكر. اي معلم، بهارات زي ما بدك وزياده فلفل اسود، زيد عليها رشه ملح. بتحكي شيء زي هيك شو حيصير؟ كلنا بنعرف. في هذا تبع الملح التركي، زلمة التركي. ايوه انت بالذات. اسفين يا لين على اللي بنعمله فيكي، بليز ضلكي مشتركة عندي. دايم مان روان تحكي لي غرقني بالبحر. اوكي هيك حنسوي. اوكي فروان بدها تصير تغرق في البحر، بس هي مو معطيتني كثير اشتغل عليه، يعني الصورة كثير محصورة صح؟ فقاعد بفكر ايش ممكن تصير في البحر يعني. مش عارف ليش قاعد بعمل، حرام. طبعا يا جماعه الواضح انه هي نص وجهها مش طالع في الصوره. مش في سبايدر مان وكات وومن؟ ليش ما في السلحفاه وومن؟ واو الابداع، تحفه فنيه. خليني غني ورابر ومصاري عفق وبنات وكل شيء، مؤمن انت بتطلب كثير. طيب يا جماعه هذول شله رابرز معهم مصاري عفق، ف بكل بساطه بحط وجهه للشاب في الصوره وهيك بنكون خلصنا. ايوه قاعدين نرستك الوضع زي ما انتم شايفين. مش حاسه راكب، خليه اسمر الزلمه عشان يركب. ولا كانها معدله، بس يا اخي في مشكله، انا متضايق. طلع هذا كيف شكله. لا جد متضايق يا اخي من هاي. ايش هذا يا اخوان الاشياء الحرام هاي؟ لا يا اخي ما بصير عيب. هاي قناه محترمه. نشيل هذا الكلام الوسخ، بس هيك صار مشكله، صار لا كانه ماسك الهواء. صوره بتجنن والله، الصورة بيرفكت. تحكي لي حطني باسطنبول، تأمر يا ليث، بس يعني كمان يعني مش مطلع الا وجهك، بتعرف انا عارف شو اسوي. حاسة حتكون جميلة بس بدها تعديلات معينة بسيطة جدا. شكرا لك يا ليث على المشاركة. اللي بعده هات نص ثاني. غلبة غلبة يا اخي، غلبة. انا بعرف ارسم شوي صح؟ ليش ما ارسم؟ بمزح يا خالو طبعا، بعرفش ارسم بالمرة يا اخوان، والله ما نعرف شو. حط هاي في هون، بتكون دائما في طعجة عند العينين. طلعت كثير كبيرة. بتعرف طالع كأنه النسخة الشريرة من حاله هون. والله طالع ظابط، ترى كنسخة شريرة والله جد بحكي. والله أنا بني آدم رسام يا إخوان. والله طالع حلو الكلام. والله حلو. شوكي نعمل حلقة برسمكم، والله بتعطوني صور وأنا برسمكم. والله وال بيطلع خرافي، مهارات وقصص والله. ما بعرف شو اللي عملته. حطني بسيارة فخمة. تأمري، ميار تأمري. بس شو هذا اللي عمليته في شو مهالبوز؟ ما بينفع، ما في حد بيركب في سيارة فخمة هيك بيسوي. اوكي ايش في سيارة فخمة؟ بنحطها. السيارة ماشية، مش عارف بتخيل الصورة بتطلع تحشيش لو البنت طالعة من سقف سيارة وهي عاملة هيك طالعة من فوق السيارة. والله تمام الصورة. مش فاهم الفكرة من الصورة. والله ما مين بيعمل هيك؟ حطني بعرس. طيب يا اخوي بس الواحد بالعرس ما بيكون قاعد، بيكون برقص او اشي، مش حتركب في العرس يعني. اوكي حنعملها بعدين. ليه هيك صورتك بالمره مو واضحه؟
سوري ما حتزبط ما حتزبط حطك في العرس. ممكن اعمل اشي ثاني حطك فوق هناك. اوكي لمسات فقط لمسات اخيرة وهيك انت صرت في عرس. خليني اصلع وشيل البحر اللي وراي. وال 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 ليش صار اخر فترة صار كثير ناس يقلدوا سلسلات من عندي اكثر من سلسلة يعني فعليا كوبي عنها كوبي عن اكثر من سلسلة عندي. وانا شوف انا مع انه الواحد مثلا ياخذ انسبيريشن من شخص شغلة معينة انت تاخذ فكرة منه بعدين تبني عليها. بس انا مستحيل اخذ بالضبط فكرة حدا او اعمل شغلة بالضبط زي ما بعملها. استغرب انه في فعليا ناس هسه قاعدين بتقولوا مني كثير افكار كوبي بيست كوبي بيست. المشكلة كلكم بتبعتوا لي اياها انا بحاول اعمل حالي بطنش يعني اوكي اوكي مو شايف شيء زيك يعني احراج يا اخي يعني فاهم انه ترى والله ما بطخ على واحد معين في اكثر من حدا هيك مرة واحدة طلعوا. جت فكرة تحشيش لصورة. فهو يا جماعة عند الحلاق مش عارف كيف الواحد بدور على صلعة بدي احط صلعة اركبها. في كثير صلعات هاي الصلعة حبيتها صلعة تحسها يعني زابطة بتزبط على الكل. طيب ناخذ صلعته. شو هذا زوي؟ بتاخذ راس من واحد تحط عند واحد تاني تشيل شعرات الدول ادمج الراس نخلطه. فهمتوا انا شو قاعد بسوي؟ شو هالصور المتخلفة؟ ياب هاي فكرتي كثير كثير نهفة ان هي بدها تعمل له هاي على صلعته وهو متضايق. يا عمي النهافة انا كوميديا. هون علي بيحكي لي لبس الشاب سبايدر مان بما انه نافخ صدره. مش عارف اي واحد فيهم هو اللي كاتب التعليق. حادي بادي كرومبز امسح امسح. هي الطريقة الوحيدة عشان تصنع سبايدر مان. المرة مو راكب طلي وشوم ناعمة على وجهي او اصبغ نص شعري الثاني باي لون. خلينا احنا نشوف وشوم ناعمة. نظرات شمسية. اذا هذا مش ابداع ما بعرف شو احكي لكم. اوه اوكي نحط هذا هون. بس اخوان مش عارف بس لازم اكتب لنا اشي. اوكي نكتب هون شغلة مثلا هيك على الخفيف. تعرفوا اخوان لما مرات ناس يعمل تاتو يكتبوه غلط. على الخفيف بس على الخفيف. شكرا لك على المشاركة. بلاحظ شغلة كل حدا بيشارك في فقرة التعديل بيحرم يشارك مرة ثانية والله. اوكي اخوان هاي اخر واحدة بس هاي بدها كثير شغل. حطهم بالاردن. ملاحظة انا من فانزهم بس مش متعصبة. طبعا البنت هاي مو متعصبة. شو اسم البنت؟ سوزي جنعوق. بالمرة مو متعصبة. اسمك هو اسمه. يعني انت سميتي حالك عليهم. هاي هذول هم. فهسا بدنا نخليهم في الاردن. إذا حط كل قوة قدراتي الفوتوشوبية أنا عسد هاي آخر واحدة. طيب هسا بدنا نلبسهم شماغات. كل مهدب كل مهدب. أوكي بنلبس واحد منهم هاد. هذا عملت عنه حلقة كاملة لأنه يعني في واحد دفع 150,000 عشان يصير يشبهه. أتوقع هذا هو. تحس كل اسمهم تشبه بعض والله. شو كمان من شماغ ثاني. أها شو كمان ماشي اخوة. بس في شغلة ناقصة عارفين بالصورة كيس الشعب. الشعر هاد مش شعر اردني. لا ما بزبط. هو مش الكل هيك بس في نسبة كبيرة من الشباب الاردن ما بعرف ليش كثير بحطوا جل. لبست حجاب. بمزح بمزح هاي مزحة مزحة بليز بليز. شوفوا انا مزحة يا كبوبيين. جماعة الكبوب اللي عندي بليز تقبلوا مزح لأول مرة في حياتكم. مزحة مزحة فقط مزحة ضحك وهكذا. لبست حجاب عادي يعني عادي ما هو بحط ميك اب يعني. اوكي بعرف انه ثقافة بلدان وابصر شو بس يعني بالمرة يعني صح تعرفوا. خلص بس هيك خلينا نحط افكتات كثير زيادة هيك. احنا ما بعرف ليش هيك احنا بنعمل في الاردن بس لقي الشباب حاطين كثير افكتات يعني مش بتعرفش حتى مين اللي في الصورة من كثر ما في افكت. المفروض اغير الخلفية بس والله تعبت يا اخوان خلاص. اخوان فيديو التعديل عشان اطلع لكم بفيديو 10 دقايق يمكن لازم اضل اصور ساعتين ساعتين ونص فاهمين كيف؟ عشان هيك بالعادة بكون تعبان كثير في اخر الفيديو. بتمنى يكون عجبكم. اشوفكم على الفيديو الجاي. وفيديو التعليقات البيس. هاي هي أغنية التعليقات. حنختار تعليق عشوائي هلأ. هو تعليق عشوائي فلا تزعلوا. تعليق من الفيديو الماضي.
علق في هذا الفيديو عشان تبين في الفيديو الجاي. تعليق عشوائي.